تبدأ معاناة الطلاب بعد انتهاء مرحلة الثانوية بالتفكير والبحث عن الجامعة الأفضل لطموحاتهم، فتفتخر الجامعة العربية المفتوحة بتقديم كل المزايا والحلول التي يبحث عنها الطلاب، حيث أنها مؤسسة تعليمية تنموية غير ربحية حاصلة على الاعتماد المحلي والدولي. ما الذي تتميز به الجامعة؟ أول جامعة في السعودية تنتهج التعليم المدمج، أول جامعة في السعودية تطلق برامج للصم وضعاف السمع، خريجي والجامعة يستطيعون استكمال دراساتهم العليا دون الحصول على شرط اختبارات اللغة آيلتس توفل، يدرس بها أكثر من 78 جنسية. أين تتواجد الجامعة؟ هي أكثر الجامعات انتشاراً في 9 دول عربية، ولديها 6 فروع في المملكة العربية السعودية. وجود هذه الفروع يتيح للجامعة تبادل الخبرات والكفاءات على المستوى الأكاديمي، كما يتيح للطلبة حرية الانتقال وأداء الاختبارات بين الفروع، التخصصات والبرامج، تقنية المعلومات والحوسبة، إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية وأدابها. تلبي الجامعة احتياجات سوق العمل عن طريق قدرة طلابها على البحث والتعلم الذاتي، تعاملهم باحترافية مع التقنيات الحديثة، تقديم مناهجها باللغة الإنجليزية، مسؤوليتنا تجاه المجتمع، منح دراسية مجانية للمتفوقين، منح دراسية مجانية لأبناء شهداء الواجب، منح دراسية مجانية للمعسرين. الموقع الإلكتروني www.arabou.edu.sa